ورجعنا لكم من الفاصل. بصوا شجرة الكريسماس دي جميلة ازاي والصعب ازاي. طبعا احنا بنشجع كل المواهب اللي هي تظهر حاجاتها. في مواهب كتير قوي يا جماعة والله موجودة وكويسة جدا، بس محتاجين حد كده عين تبص عليهم. معانا النهاردة موهبة في الرسم. رسم ايه ده؟ انت عامله كل حاجه، مش رسم وبس كمان يعني. عبير جابر، ازيك؟ شيماء جابر، شيماء جابر، اخبارك ايه؟ الحمد لله. انا كويسه، وحضرتك؟ قولي لي بقى اخبار الموهبه بتاعتك ايه؟ انا مدرسه تربيه فنيه، مدرسه تربيه، وانا عرفت ان انت كمان بتدرسي. تدرسي ايه بقى؟ تجاره في عين تجاره شمس. تجاره عين شمس. تمام، يعني انت اصلا مدرسه وبتكملي كمان تعليمك، وموهوبه جدا طبعا في مجال الرسم. قولي لي بقى مين اللي اكتشف عندك الموهبه دي؟ والله انا بكافح من صغري، يعني عن طموحه شويه انا مش عايزاكي بدات. متوتره خالص قدام الكاميرا، عشان حاسه ان انت في توتر قوي، وعايزاكي تبقى ريلاكس خالص عشان تعرفي تتكلمي. اعتبري الكاميرا دي اصلا مش موجوده وبصي لي تمام كده. وقولي لي بقى يعني مين اللي مامتك باباكي حد شجعك على اهلي الموضوع؟ بيدعموني، مامتي دايما تساعدني وتقول لي كملي وكافحي وبتساعدني دايما انا وتشجعني على طول، يعني هي وبابايا دايما. بيشجعوكي عشان كده اشتغلتي مدرسة رسم. انا مدرسة تربية فنية، والتربية الفنية قايمة برضو على اني تعملي شغل اعادة تدوير الحاجة وكده، يعني لا دي عادة تدوير، حاجة وفيها دي ميديا مهمة وفيها جدا جدا. تستخدم يعني الحاجة. اللي انت تستخدمي الحاجة مرة واثنين وثلاثة لا دي. هي ما تترميش، انت بتستهلكيها بتاخديها تجدديها وتعملي منها حاجات، يعني تمام. حلو البرواز ده ورقيق قوي. بصوا ده شغل ازاز معمول بالوان الزيت والبرونز. جميل جميل جميل، حلو قوي. وريني كمان بقى البرويز اللي جنبك كده، دي نوريها للساده المشاهدين، عامله شغلها يجنن. ده برواز اهو. لا بصوا بقى، لا ده حلو قوي، ده هيظهر في الكاميرا ازاي انا مش عارفه، بس بصوا اهو اهو برضو داخل فيه بصوا، شغل تشكيلي، في ورد وفي حلق فنانه يا جماعه. لا بجد فنانه فنانه. في حاجه جنبك تاني كده، دي بنت ماسكه حصان، هو فني سلويت، فني صامت يعني بعكس اضاءة الضوء. لا كمان فاهمه وداخل فاهمه، يعني مش مجرد اللي هي هوايه، هوايه وفاهمه، تبقى حلوه قوي. طب قولي لي ليه ما كملتيش مثلا تعليمك في المجال ده؟ يعني ليه تجاره؟ والله الجامعة بتاعت الفنون في اسكندرية، فالطريق بعيد. بعيد عن بس انا موهوبة يعني وبعرف اعمل كل حاجة. جميل اهو البرواز اللي ما بانش عشان بسبب في برواز تاني هنا اهو. الشجر اهي. جميل يا جماعة بجد، فنها روعة روعة يعني. طب انت يعني طموحك ايه يا شيماء بعد الحاجات الجميلة دي؟ هو انا بشترك في معارض، طموحي ان انا ابقى انا اللي اعمل المعرض ان شاء الله. انا بتشتركي في معارض؟ بدخل في معرض الاستاذ تامر دافنشي الفنان الكبير طبعا معروف، مع مدام ولاء، دخلت جميل. مرتين وكرمت عايزين تشوفوه اهو اهو اهو، حلو كده ماشي اوكي. هخليها تقولها. بصوا بقى الشجره دي بقى، اهي دي بقى اللي انا بقول لك عليها، معموله بايدي ومدخله برضو اعاده تدوير. دي عاملاها ازاي بقى؟ دي علبه علبه. علبه عاديه جدا. تمام. انا اخدتها ودخلت فيها زي عصايه كده وسلك، وعملت شجره الكريسماس بيها اعاده تدوير برضو. شوفوا اعملوا اهو اهو يا جماعه حاجه يعني. طب الحاجات دي انت يعني متاحه للبيع؟ طبعا اللي حابب يشتري ممكن. يا جماعه اكيد. بصوا بجد يعني حاجه كده وصغنطوطه واسعارها اللي انا سمعته يعني ولا حاجه ولا حاجه. بلاش المحلات بقى اللي ليها اسماء عاليه والكلام ده، ليه يعني؟ ما هي زي الفل اهي. ممكن كمان نحط لها اضاءه وتنور تبقى تحفه جدا. كمان يعني وريني ده كمان جميل، ده اهو شايفين؟ وفي شجره حاجات تاني صغنطوطه كده وعندها تتعلق في ذوق البيت، اهي داخل فيها استرسات حلوة جميل لايق مع الجاكيت كمان. معلش عليك. ميرسي ميرسي.
ده ايه كمان دي؟ دي شجره بردك. دي عاملاها ازاي دي؟ ايه ده ازازه يا جماعه؟ بصوا ايوه عادة التدوير دي ازازه وده فوم بتاع البوتاجازات الفوين. اخدته وحطيته كسيته بيها وحطيت الاسترسات، يعني كلها شغل بسيط. انتي موهوبه بجد يا شيماء، بجد بجد انتي موهوبه بجد فعلا. انتي كنتي فين من زمان؟ موجوده. طيب ماشي. طيب برضو في الشغل ده مرايه. استاذنك نطلع فاصل ونرجع تاني. ورجعنا لكم من الفاصل. الحاجات بجد يا جماعه تحفه بجد اهي، خاصه بصوا دي يعني فعلا يعني دي الموسم بتاعها فعلا، شجره الكريسماس. داخلين كل سنه وسيادتكم كلكم طيبين، ويا رب ان شاء الله تكون سنه سعيده وجميله وننسى 2020 دي خالص، نرميها خالص يا رب، ونبدا كده بطاقه ايجابيه ونبدا بخير في السنه الجديده بجد. وانا عرفت اسعارها، اسعارها بسيطه قوي قوي قوي، لا تذكر لا تذكر، معنى لا تذكر يعني مديها زي كده تعتبر ببلاش. في بقى في برواز تاني، البراويز هي بتحب البراويز جدا يا جماعه، هي حاطه صورتها. فين صورتي؟ عليكي. صورتي. ده شغل حفر مرايات، دي مرايه وده شغل حفر اهي. يعني اي حد عايز حاجه زي كده ويحط الصوره فيها من جوه بتاعته. طبعا في مناسبات. ايوه. رنجها كام؟ الاستاذ المخرج العظيم اللي بيكلمني على طول ما شاء الله عليه بيقول لي بكام. ماشي حاضر. هتقول لحضرتك، هتقول لحضرتك بعد الحلقه ان شاء الله. بعد الحلقه هتقول لحضرتك، بس اسعارها بسيطه جدا جدا بجد يعني. تمام. انا بشجعك بجد ان انت كمان تزودي وتقري كتير في المجال بتاعك وتبدعي كتير في الموضوع ده، وبتمنى لك التوفيق يا رب. وميرسي ليكي على الفقره الصغيره دي. ونطلع فاصل بقى ونروح المطبخ. علمي عزلي. استني مستعجله. ورجعنا لكم بقى لفقره المطبخ. مش عايزه اقول لكم طول ما الفقرات شغاله انا عماله اشم ريحه الاكل. ابداع ابداع. لا بص، مش قلت لكم الديكوريشن؟ ديكوريشن فظيع، تزويق الاكل. بصوا يعني دي تتاكل، دي تتاكل بيها. لا من كتر. قولي لي بقى عملتي ايه؟ المقادير يا جماعه موجوده. عملت لك جمبري بطل فراي. شكل الفراشه. طيب. جميل. ده الصوص بتاعه طبعا. ده بقى خطير، هو ده بقى المميز في قناه ايه؟ جدد حياتك مع روني. مميز. تمام. طبعا الجديد حصري لحضرتك. جدد حياتك مع روني. روني. تمام. المقادير موجوده عند عندكم، وشكل الطبق وكلام. الجديد النهارده عند حضرتك ان انا عامله لك رز بالاناناس، طبعا مدخله في الجمبري. تمام. الاكله دي اصلها اسيوي. تمام. إيه؟ تمام. لا احنا ايه لسه بظبطه. لو تمام. لسه مديني وقت. والاناناس انا مفرغاه وبقطع القطع الاناناس بضيفها على الرز. طبعا ومقادير الرز النهارده بردك عصير البرتقال طبعا هو اللي عامل ايه مكتسح معانا في الاكله النهارده. مميز لنا الاكله. نقول بقى طريقه الجمبري. طريقه الجمبري طبعا احنا بنجيب نص كيلو جمبري وسط. بنتبله ثوم وكمون وملح طبعا شبت للتزيين، وبنحط في الثوم التتبيله شبت. تمام. خلاص الصوص بقى بتاعنا بقى الخطير. بنحط كريمه اخر حاجه بنحطها عشان ما الكريمه ما تفصلش. بنحط توم. تمام. ماليش دعوه. ولا يهمك. أنا ولا يهمك في عين الجمل. ولا يهمك. ولا يهمك يا قلبي. ولا يهمك. احنا وقفنا لغايه فين؟ اصل احنا حاجات كتيره النهارده. كريمه. الكريمه اخر حاجه. اهي المقادير. بنحط توم ونحط معلقه عسل نحل عشان عاوزين نعمل معادله، ومعلقه جنزبيل ومعلقتين من الزبده
وعاوزه بحط كمان معلقه مستردة صغيره وملح وفلفل وكمون ومعلقتين عصير ليمون وفنجان من عصير البرتقال. قلت لك حضرتك النهارده هو اللي هيمزلنا الطريقه عصير البرتقال، واخر حاجه معلقتين الكريمه. تمام. وبنقدم بقى الصوص بتاعنا، جزء بننزله على الجمبري بعد ما شويناه على الجريل، والباقي بيتحط ممكن نحطه على رز او اي حاجه ونزود في الكميه. والله مبتكره بجد. انتوا عارفين الشيفات طبعا اللي بيجوا معانا هنا في البرنامج بيبقى متميزين جدا، يعني بننقي كده الشيفات كده اللي معانا بحاجات مميزه. يعني جبنا قبل كده معانا سمر متميزه جدا، جبنا ساره الناس دي على فكره كلها يا جماعه هتبقى في التكريم ان شاء الله معانا. يعني شفتوا الامبريلا؟ ايه رايك؟ شايفين؟ احنا قاعدين بقى في شرق اسيا. عايشين الجو. لا بجد. قولي لي بقى بعد كده قلتي المقادير، قولي لي بقى موضوع الكاس بقى. موضوع الكاس. الكاس ده كان انا الناس تطلعي. قولي. والميدالية كمان. والميدالية. دي كانت مسابقة في مهرجان، عاملين مهرجان أول مرة في اسكندرية، فكانوا مرشحينا اللي عاوز يقدم للمسابقة يقدم. تمام. فطبعا أنا قدمت. تمام. ده هتعملي بإيه كده؟ لا بزين بقى. طب زين كده واحنا بنتكلم. والمكسرات. قدمتي للمهرجان. وده كمبري. اللي هو التوت المجفف. طبعا دي الاكله دي يا جماعه بس علشان الكومنتس اللي انا عارفه اللي هتجيلي دي اكله اول الشهر مبدئيا، عشان ما احنا عارفين الكلام ده وبتجيبوا اصناف غاليه ومش غاليه. لا احنا هنا في البرنامج بنلاقوا عندي والله كل حاجه. هتلاقوا بصاره وهتلاقوا بس بقى بشكل جديد بقى. تمام. التقديم بقى. تمام. الجايزه احنا قدمنا 300 واحد كنا مقدمين في المسابقه. 300 فزتي بالمركز الاول. 300 دخلنا المسابقه كنا 60 واحد. 60 طبق متقدمين في المسابقه الحمد لله. يعني انا كنت مقدمه طبق حادق عامله ميكس جريل. تمام. سي فود. فطبق كده خلاص. كده خلصتي الطبق. خلاص كده خلصنا. تمام. كملي. اسيبه حاضر حاضر حاضر. هحط لكم شخصية تانية. حاضر خلاص. عملت سي فود ميكس. كان تقييم بالحادق ليا. اوكي. انبهار فعلا. شيفات. والله الصراحة مش بشكر والله. المركز الأول ده طبعا مش حلو وحادق. اللي تاخده على ال 300 طبعا ده حاجة تبقى متميزة جدا. وميرسي جدا على المنيو الجديد. وعاوز أقول لحضرتك إن الكوسترات دي أنا اللي عاملاها على إيدي في البيت. طبعا دي كوسترات تقديم، بدل ما انا اشتري يبقى اقدم اكلي في حاجات انا عاملاها اشغالي. تمام. بشكرك جدا جدا على الفقره دي، وتشرفينا ان شاء الله في يوم التكريم مع باقي والله العظيم دي مفاجاه ليا والله. ميرسي جدا. بشكرك جدا وبشكركم جميعا. وان شاء الله تقابلونا في الاسبوع اللي جاي الساعه 11 الصبح مع داليا شريف. شكرا لكم.